واحنا في البريك استوت الكراميلا اهي قدامك، نعرف هضيف منين ان هي استوت. استوت اهي عود. عود ولا حراره؟ بص اهو العود بتاعها اهو، نزلته عليها واديتها تين او مشمشيه او قمر الدين، واروح جاي مدخله كل ده مع بعضه كده سريعا. نعرف من العود ولا من الحراره؟ من العود او من الحراره 121. بص كده دخلوا مع بعض الكراميلا اهي مع جوز الهند مع الحاجه. الصاج ده اروح حاطه فيه كل ده اهو، واروح جايه موزعاهم ودايسه عليهم بالايه؟ بالمردنه. بالمردنه. الحاجه ليلى عبد السميع من الفيوم وزوجها الحاج شعبان ابو القاسم، كل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه وسعاده يا رب العالمين، منورين الدنيا كلها بنورك بنورك يا حاجه ليلى ويا حاج شعبان، يعني منوريننا دايما. ميرسي على الرساله الجميله. بابا وليد، امل وليد، بابا بيمسي على جنرال المطبخ المصري الشيف حسن. يا مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيب. وماما صابرين وشهد. فاطمه بري بقى من الجزائر، يا فاطمه تسلم ايدك، وايه الحاجات الحلوه دي؟ عامله حلاوه المولد باشكال والوان يا شيف، وبعتلنا الصور، يعني برافو عليك. شطارتك. حاضر. وبرضه قلبه بسرعه كده. هاجر محمود من هنا، كل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف، وانت طيبه يا هاجر، كل اهل هنا. كل سنه وانت طيب اهو. بص بص يا بوسي. خلاص اهو، اتفضل يا شيف. بص اهم حاجه وزعيهم كل حريص. حاضر. بص كده تكون حريصه الكرابيل. بص يا بص اضغطي عليه كده بالمردانه عشان تعرفي تقطعيه يبرد. تعالي بصي بقى، عايزه تعملي سنه حمراء. اظافرها في عينيا يا شيف. اجيب كيس واحط كده واضغط عليه عشان يمسكوا مع بعض، واجيب كيس سنه لده واسيبها تبرد واقطعهم مع بعض اصابع طويله. تعالي بقى بص. عايزين نقول كل سنه وانت طيب يا ياسين محمد طه. أيوة. من بابا وماما ومن ريماس وحمزه وعلي اخوك وعلى اخوك ومني ومن الشيف حسن. احلى تحيه، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ياسين.